مرحبا يا ايها الشعب العميق، شلونكم اموركم؟ رجعنا وياكم اليوم في فيديو جديد وجزء جديد من الرسائل الغريبه اللي دزوها المتابعين على انستغرام. يعني مثل ما تعرفون ان متابعين عميقين جدا بكل ما تحمله الكلمه، فذول العميقين مرات يدزون رسائل غريبه عجيبه على انستغرام، وهم شنو عبالهم انا ما اشوفهم، بس انا مرات اطب يعني اباغتهم واطب اشوف هاي الرسائل واشوف الفضايح والبلاوه، فهذا بهذا الوقت راح تطلع البلاوه مالتهم وافضحهم قدامكم. يعني مو فضيحه، وانما رسائل يعني ما لها داعي مالتهم، هم دزوها فراح تراويكم ونتونس عليهن. كل احنا سوية الله، كل احنا سوية انتب محمد دجم انتب. قبل لا نبدا هذا الفيديو وشوفونا الرسائل الغريبه، اذا انت جديد على القناه طب وشارك في القناه حبيبي وفعل الجرس وخلي لايك، خلي لايك وتعال. انا جيت وهسه نقول بسم الله ونشوف اول رساله من الرسائل الغريبه للمتابعين. هلا وحمودي وياها ممه وفراوله ووجه سويت. اوكي تمام، هاي من جماعة بوباتي، هلا وصلتي، هلا بيت، هلا وحمودي. ممكن تصير بوباتي؟ الله أكبر، وأقوم أصيح لك بابا بوباتي. ليش؟ وأنا حبك، الله شوف شوف الأحبك شلون تلفظها، حبك من زمان زمان، لا إله إلا الله. أتمنى ركز لي، اتمنى تردوا بوباتي. لا 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 لا، انا متابعوتك شلون حلق عود، شلون جاي تحكيني جدي من زمان زمان، وحبك كلش، لا وحبك كلش، اتمنى ترد بوباتي حياتي. ويا كل رساله ويا همامه وفراوله وجمسه وجه. ليش؟ هلا وحمودي هممه، وهذا عنقود مال عنب، هاي هم من جماعة بوباتي. لا 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 لا، ممكن تصير بوباتي؟ يا طلابة بوباتي، يا طلابة بوباتي ما تخلص، انا حبك كلش. اوكي اتمنى ترود. انا متابعوتك مون زومان، يلا يا اساسا تحطوا له الطيب، ذولا شنو من بشر؟ لا والله صدق ذولا جماعة بوبات. طبعا بالمناسبة ذولا مو عبالكم يشاقون، لا هم فعلا يعني هواي هواي اكو ناس انا شايفهم يحشون هيش طبيعي، يعني عبالهم يعني ما ادري يعني لطيف، ترى تلعب النفس والكعبة دخيلك يا لا تعويذة هاي. طبعا هنا أنا رسالة ما مفهومة نهائيا، يعني ما تعرف شنو هاي اللغة. شنو هاي الرسالة؟ هنا أنا هذا محمد داز الرسالة، محمد أتمنى شنو؟ تريد؟ محمد أتمنى تريد، يعني عود أتمنى تريد على ما أعتقد، يعني أنا أحب واحدة، حب طهر، الله الله أكبر، حب طهر يرضى الله أحبها، يرضى الله شنو؟ رحمة الله جاي تحكي، يرضى الله أحبها 3 سنوات، هي تحكي ويا شباب كل ما اقلها ليش تحكين ويا شباب تقول لي بعد ما عيتها، مو عيدها بعد ما عيتها، انا ما عندي مشكله تحكي ويا شباب، حلو حلو، بس تحكي ويا شباب زائد 18، الله اكبر، بعين شفت هذا الشيء. جاي سولف انت شنو هاي؟ بعين شفت هذا الشيء، اقلها ليش؟ تقول ها ما سويت هيج، انا شايفها واختبرتها وتخونني، انا كل ما اشوفها تخونني اذي نفسي، مرات اجرح نفسي على مود شوي انسى الخيانه. الله اكبر، الله على هذا الحب، والله العظيم احبها حب لا يعلم به اله الله. شنو شكل ليش تشي وسويت وشم باسمها لان احبها مكتر، يعني عود ما اقدر مكتر تخلي عنها، اتمنى منك اتكتر شنو؟ شلون افتهم هالرساله؟ الطين صح؟ الطين صح شنو؟ محمد طلب منك حل، الله اكبر. هذا جاي احكي شنو هاي شنو هالكتابه هاي؟ حبيبي انت هسه بعيدا عن المشكله مالتك، انت هسه يكون تقوي املائك، عيف علاقة الحب مالتك، انت هسه مردد قلبي، لعبت بي جولة بهذا الإملاء مالتك، ولكن شلع قلبي وانا اقرا الرسالة، جاي تسوي انت؟ والنوب
المشكلة الأساسية اللي هو جاينا عليها إنه هو يحب وحدة وهاي الوحدة تخونه وتحكي ويا شباب ويقول لي ليش تحكين ويا شباب وتقول لها ما سويت شيء وتحكي وياهم زاد 18 وهو لما يشوفه تحكي وياهم زاد 18 يروح يأذي نفسه وداق وشم على إيده يعني اسمها على إيده العفو وشم يعني حبيبي أنت يا بعد أمره أروح لك فدوة أنا يعني بنية أنا طبعا هاي ناشرها على الانستغرام هاي القصة ومسولف بيها شلون أوصل لك إياها بعد لا تقل لحب وما بكرامة وما أدري إيش أكو هواي يعني مثلا يقولوا الحب ما بكرامة عادي يسوي هيك لأن يحبها يسوي لا هذا أكبر غلط وين ما كان موجودة الكرامة ولازم أكو كرامة يعني أنت تحب لازم موجودة الكرامة بالحب هذا شيء منتهي من عنده لا تعدوا على حدودك وخانوك وما احترموك يعني أنت شغلتك فيت مصر لك كل شعره فلازم تخلي لنفسك كيان تخلي لنفسك شخصية وهاي ترجعها بالنعال وتروح تشوف لك ابنية بها خير تحبك وتحبها وتستمرون بعلاقة بس ما تبقى هاي راح تشبع نعل وراح تشرح روحك من فوق لجوه سلام عليكم طبعا شكرا على كل شيء قدمته باليوتيوب ما تدري شلون غيرت حياتي للأفضل أكيد انت قدوتي بالحياة وما تتوقع ايش قد أنا أحبك انت مثل النور ودخلت حياتي شكرا لان بسببك عرفت نفسي فدوة 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 هيتي من قلبي من اعماق قلبي هيتي من صمصوم قلبي الصمصوم قلبكم يا عمري يعني ما صراحة ما تخيلون ايش قد افرح لما نشوف هيك كلام وهواي توصلني رسائل يعني على شكل دعاك واكو يدزون يعني فد كلام حلو فد شيء ايجابي هيتي انطاقة ايجابية مو طبيعية يعني اتمنى هيك بكل ما اقدر وبكل طاقه اقدم لكم هيك شيء حلو يليق بيكم انا قصتي هسه انا حبيت بنيه تشبه اخوي وشاربها اكبر من شاربي بس ادري بعد شغل عباس وهسه من اشوفه ادوخ عبال شيء احبه تعال طلع ضغط صاعد هنيئا لك على هاي العلاقة اللطيفة انت واخوك هاي هنا مسويتنا مذكرة اروح البيت ام احمد على مود الفاتحة هاي هو رسالة اروح للنجف ويا ام زيد للمقبرة وزيارة يوم الجمعة اروح الكربلاء ويا ام سالم وام فاطمة يوم الاثنين مخلصتها زيارات ما شاء الله عليك انه اوصل حجي 2 كيلو برتقال 2 كيلو تفاح كيلو موز 2 كيلو خيار 2 كيلو طماطم كيلو نارنج اوصي ابني يعني بالبدايه توصل حجي اللي هو زوجها يعني هي حجيه فزوجها حجي ما يحتاج العالم نوب بعد ما وصلت الحجي راح توصي ابنها اوصي ابني تمن بسمتي 3 بطل زيت بطل دبس الرمان 2 كيلو شكات شاي محمود ليش تزول شكو يا هذا جاي يسول فيه شكو دازيليا السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ممكن نتعرف عجاتر تتعرف بطريقة إسلامية عن طريق القرآن هاي هنا دازت لي رسائل تحفيز النفسة يعني هي تدز رسائل بالمحادثة اللي هي إلي وتحفز نفسها يعني شوف لاحظ لي انا حبيت اقراها نقبالكم لان يعني كلش حلوات صراحه تقول لا بس انها فقط القليل من الايام التي تحتاج الى المزيد من الاجتهاد عليك ان تبذل فيها ما تستطيع لانها ستصنع مستقبلك الله الله ايش قد حلوه تاكد ان شغفك حلمك وغايتك التي لطالما رددتها واردتها لم يجعلها الله في قلبك عبثا فهنالك سر يختبئ خلفها فقط ثق به واكمل المسير يعني اعتقد هي هاي طالبة السادسة ومو اعتقد 100% طالبة السادسة مبينة من رسائل التحفيز محمد اتمنى لما تفتح رسائل تغلس لان دا احفز نفسي بيها الله يوفقك ان شاء الله تدري كل ما اتعب من الدراسة اشوف الفيديو اللي ناشر عن السادس ينطيني قوة مو طبيعية انه بهي تحكي ويا نفسها زهراء شنو شعورك وباقي شهرين تحدد مستقبلك اللي راح تعيشيه انت قدها صح اكيد حنتجاوز كل شيء ونحقق الحلم المنتظريه اليوم دا اقرا وجا ابوي انطاني برتقالي قال لي اكله حتى لا تدوخين يا ربي سهل علي ولا تخيب ظن اهلي بي يا الله انا من يوم تحفزت رحت اروح اقرا للسادس من هسه الله يوفقك والله يوفق كل طلاب السادس واتمنى يعني انتم تخلون مثل هيك رسائل يعني
ترددوها بينكم وبين نفسكم او تخلوها على شكل اوراق قبالكم، يعني هاي تعطيكم فالتحفيز يعني وقوه وطاقه للقرايه بشكل مو طبيعي. الله يوفقكم وان شاء الله تنجحون كلكم. مره دا اقلب باليوتيوب فشفتك وحبيتك وصار سنتين ناوي اسوي لك سحر، لان انت مو مال حب الا تجيب العين الحمراء. ايش رايك؟ ودازت لي رساله عم تسالني عن رايي. تريد تسوي لي سحر وتسالني عن رايي؟ احميد تعال جهالك يبجون عليك، انا تعبت انت تخلف وانا ابتلي. جهالي انا، الله اكبر، طلعت مخلف انا ما ادري. تعال خذهم وجيب حليب معدهم، واذا ما تجي اطلقك هسه حطلقك. انت طالق 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 والجهالة خذهم لك. طلقتيني انا عمز اقول لك والله جاي احس انت حبيبي وتحبني بس ما تعترف لي. الله الله، شنو هالاحساس هذا؟ شنو هالاحساس المرهف هذا؟ الله عليك وعلى احساسك. تحس انه انا حبيبها واحبها بس ما اعترف لها، هذا الحكي انا لا اعرفه ولا حتى شايفها. لك عين حمود محمود محمد، وين عفوتني؟ عفوتني الله، رجاله باباتي حبيبي بوباتي، وين عفوتني انا والجهال؟ هم جهال، دول الجهال مالتي هيك مطشرين بالشوارع وما ادراني شنو الفيلم، وانا حامل بطفل ثاني. ما شاء الله ما شاء الله عليك. لوحي حبيبي حياتي لاحقني، الله اكبر. تمن ثلاث كوابة صدر دجاج نسلق ونخلي الطاوة. اتعلموا اتعلموا، ما ادري شنو طبخة بس انتم اتعلموا. نحمس البهارات، البهارات حمسية اوكي، ونخلي صدر دجاج وتمن اصفر واللبن. زين زين هسه انت حكيت هاي اعطيتينا الوصفة، قولي ما شنو حتى نتعلمها. ذاك اليوم كتبت وكنت مقهورة كلش، دازت لي هي فد رسائل، يعني شفت ان انا لما اخذت هاي المحادثة يعني تشتكي او يعني معاناة عندها بعض الامور، فهي تقول ذاك اليوم كتبت وكنت مقهورة كلش، يعني مقهورة من بعض الامور اللي صايرة وياها بحياتها. اليوم كنت مأيسة من الامتحان وفجأة سووا لي تعهد وامتحنت والدكتور قبل البحث من اول مرة، والناس اليوم كلها لطيفة وياي وهواي امور صارت سهلة الحمد لله والشكر. من قد ما فرحت من قد فرحت اليوم ما عرفت ايش اسوي، باوعت للسماء وابتسمت اعشق لحظات الفرج، تحسسني ايش قد رب العالمين دا يرحمني ويخفف عني. يعني هاي رسالة عميقة 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 كلش كلش عميقة، لان هي قبل كم يوم دازت الرسائل هي تعاني من فد امور يعني صعبة عليها مر عليها بحياتها، يعني جاي تعاني من عندها بمعنى الكلمة. قريت هناني وفجأة ورا يومين كم يوم دازت لي الرسائل مالتها. شوف يعني حتى نتيقن انه رب العالمين ويانا، وان اذا صبرت ممكن كل شيء يتغير. فرته ومعجون، موبايل وشاحنة، جواريب سود، خاولية الاحمر، كلينز، ربطة سودة البسها ويا دجاجة جديدة ويا حفايات الوردية على الدرج ويا حذاء الرياضة، اقعد بالصدر تقعد بالصدر خوش، وانزع الحذاء حتى ما صير ريحة بالحفايات. شنو اللعب على النفس هذا؟ ما تتخيلون ايش دازت لي هنا انا، بس انا يعني راح تخلي لكم عليها خط يعني مستحيل اطلع. كاتبه الورد وانا ما راح تحكي شيء، والجديد وبعد بدر شنو وياها ما راح تحكي. انظف اظافيري، اخذ المشط وياي والقراصه والرصاصيه وبتستان، بعد احتاريت بسوالف شلون 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 عندك قابليه تحكيني هسه غنيت الفوق كريم بيه مجال شلون اقول لك عوفيه. هم جماعه باباتي وحبيطي وحياتي، يعني مهكرين حسابي انتم، شنو هذا الهجوم العميق؟ كلكم اجيتوني باباتي وحبيطي وما ادري شنو. اقول لك عوفيه، اوكي خلينا نكمل ام عوفيه. انا مولد 2008 وحومل حلق نعوج الحسين. صار بيه شرجي وبولعت قلت خاف يلزق براس الطفل شو اسوي. انت هسه كون يمي وانا قل لي شو اسوي، دماغك افرمته بال45. هي لو حموشي اقول لك
هم جماعة بوباتي. يا الكعبة شلون بي وين اشرد عنكم اني شنو هذا الاقتحام اللي سويتوا لي يا حموشي؟ اقول لك ممكن اصير بوباتي لان انا بعد ما اريد بوباياتي. بس لاحظوا لي كمية التمطرط بهاي الرسائل، لا زعلوني البارحة وخلوني لوحدي وناتم وناتم شنو هاي ناتم شني، وقررت بعد مو اريده اريدك ولك صير بوباتي والكعبة انتحر. السلام عليكم محمد، انا اسمي رهب عمر 12 سنة ومشكلتي بس ما طلع اليوزر مالي. انا عرجة والناس تعيب علي، اخويا واختي امه ما تقبل يعيبون علي مثل اللي بالمدرسة والشارع، حتى انجرح مسوي 8 عمليات الرجلة ويعيبون علي، بليز لا طلع اليوزر. الصراحة انا مو بصدد انه يعني مثلا تعاطف ويا السالفة او القضية هاي، بقدر ما انه انا هسه جذبتني شجاعتك وقوتك بحيث مواجهة هذا الشيء وجاي تحكيه. صراحة انت قوية وبهذا العمر الله يوفقك والله يقويك اكثر، وان شاء الله تتغلبين على ذن الامور. بس بمجرد انه لا تنطين الامور اكبر من حجمها ولا تنجرحين بداخلك، يعني ثق واعتقدي هذول الناس اللي يعني مثلا يشوف مثلا فد شغلة بسيطة انت تعانين من عندها ويجي يحكي عليها، هذا كله نقص. يعني هسه بشر انا اشوفه مثلا يعاني من شغله، اجي اقول له انت بيك هاي الشغله، ذولا حيوانات، ذولا بمعنى الكلمه حيوانات، فانت ذول الحيوانات لا تهتمي لهم، يعني اعطيهم اذن الطارشه وخليه قويه، وان شاء الله بالمستقبل يعني انت باعتبارك بعدك صغير و12 سنه يعني تقدرين تطورين من نفسك، وان شاء الله بالمستقبل تنجح عمليتك، يعني سوين فد عمليه وتنجح ان شاء الله بالمستقبل. وركزي بدراستك، حاولي تركزين بالشغلات الإيجابية اللي موجودة بحياتك، والله يوفقك أكثر وأكثر. وبالمناسبة يعني ذولا أغلب الناس اللي نفس وضعك واللي يعانون مثلا من شغلات بسيطة يعني أجزاء جسمهم أو أعضاء جسمهم، صاروا يعني من أعظم الناس بالمجتمع، فلاسفة، ووصلوا للمراحل اللي يردوها لأن يخلف شيء بباله ويركز عليه. لان انت اذا ظلين تهتمين لهذا ولذاك راح تتعبين تتعب نفسيتك وماكو نتيجة من عندهم، لان المجتمع مليء بالحيوانات. فالله يوفقك اكثر والله يقويك، وان شاء الله بالمستقبل تنجح عمليتك وتمشين طبيعي. وصلنا لنهاية الفيديو، ان شاء الله عجبكم هذا الفيديو واستمتعتوا به. قبل لا تروح لا تنسى لايك والاشتراك وتفعيل الجرس، واني احبكم هواي.